اللي خلصها محمد سعد طاهر، وادي كوره من كور طاهر بتاع زمان بيشق كويس وبياخد فاول. طاهر ابو زيد بيقول لعفة نصار، ميشيل جيرارد زقه من ورا وانا شايف كل حاجه، انما حكم كويس مع كل كوره لياقته بتساعده بالرغم ان عنده 47 سنه. انما الرياضه بره في اوروبا كله فاول للنادي الاهلي. طبعا نادي الزمالك عارف طاهر ابو زيد وايمن المنصور راجع واسماعيل وعفت نصار ونبيل وطاهر، اصبحت الفاولات في الحته دي زي البينالتي. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول جول، مش ممكن مش ممكن. في الوقت القاتل طاهر ابو زيد يعيد اكتشاف نفسه ويحقق المكسب للنادي الاهلي في مشهد دراماتيكي غريب. لسه بقول لحضراتكم ان في مرحله المطبات الصعبه اهي بتشاط طاهر ابو زيد والفولو حلو، وايمن شوقي صاحب الكلمة العليا والمتحدث الرسمي أيمن شوقي لهجوم النادي الأهلي النهاردة يؤكد نجوميته في متابعة إحدى كرات الصاروخية لطاهر أبو زيد ويحط الأهلي في المقدمة. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن مش ممكن. سيطرة كاملة لنادي الزمالك وفرص بتضيع، وفي الوقت اللي أنا بقول صعب حد من الفريقين يخسر يجي فاول لطاهر، وزي ما يكون نادي الزمالك حاسس ورجعوا كل الفرقة تقف في الحيطة ويشوطها طاهر قنبلة يستعيد ذاكرة الفاولات طاهر أبو زيد. وكان يتابع القناص أيمن شوقي والمتحدث الرسمي لهجوم النادي الأهلي النهاردة ويؤكد نجوميته ويؤكد ويعيد التاريخ لأنه جاب جولين قبل كده في نادي الزمالك ويحط الأهلي في المقدمة في مشهد دراماتيكي غريب. في اقول ايه يعني، خلاص يمكن بعد الفاول ده هيصفر ميشيل جيرارد ولا ايه. ونهائي كاس مصر ونهائي مثير في اخر دقيقتين واثناء الشوط الثاني. الشوط الثاني حلو نادي الزمالك عمله، انما اقول ايه في كره طاهر ابو زيد في وقت غير متوقع وبطريقه غير متوقعه. احمد رمزي وبيحط فوق وبيحط فوق وبيحط فوق. احمد رمزي ضربه مرمى للنادي الاهلي. يا عكورة يا عكورة، ما نقدرش نقول حاجة خالص، مش ممكن. هذه هي كرة القدم الساحرة المستديرة، ما تقدرش تقول هيحصل ايه، ما تقدرش. كل الخبراء قالوا في بطولة الأمم الأوروبية فرنسا وإنجلترا هتوصل، كرة القدم طلعت لسانها في الدقيقة 49 هنا في الاستاد وتحدف ناحية جماهير الأهلي وتسعدهم بالجول الجميل اللي جابه القناص أيمن شوقي وصاحب الفرح ما فيش كلام النهارده. إيه اللي هيحصل؟ الله أعلم. من ثواني نبيل محمود حاطط كورة في العارضة كان ممكن قوي تدي نادي الزمالك الماتش، وهجوم خالد الغندور وسيطرة لنادي الزمالك، ويستطيع النجم الكبير طاهر أبو زيد بعد أن عاد اكتشاف نفسه في الفاول اللي شاطه ويكمل فرحته أيمن شوقي ويصحح أوضاع النادي الأهلي ويجيب جول المكسب للنادي الأهلي لغاية دلوقتي. أعصاب مشدودة طبعا، حاجة غريبة جدا ماتش النهاردة وأحداثه، إنما الهداف ليه سعره. شفنا احنا بابان بيقف فترات وفي لحظة بيتحرك بيجيب جول، هو ده اللي عمله أيمن شوقي. يا فرحتك يا أنور النهاردة، يا فرحتك يا أنور لو انتهى الماتش كده، يا فرحتك يا أنور. عملها أيمن شوقي، عملها أيمن شوقي، عملها ويصفر فعلا ميشيل جيرارد. سيداتي آنساتي ساداتي، وينهي اللقاء التاريخي العجيب جدا بفوز أصحاب الفانيلا الحمراء
2-1 كان نادي الزمالك تقدم بهدف بجول في الشوط الأول. و تقدم أيمن شوقي بجول في الدقيقة 10 من الشوط الأول، ورضا عبد العال يقود نادي الزمالك للتعادل في الشوط الثاني، وفي الوقت القاتل وفي الوقت الضايع بالشوط الثاني